على جوهرة اف ام وجوهرة تي في، مرحبا بكم الناس الكل قاعدين يتابعوا فينا وتشاهدوا فينا على القمر الصناعي عرب سات 12643 اوريزونتال. نذكر ديما بالفريكونس نتاعنا باش نجموا تعدلوا على لي ريسيبتور نتاعكم. واذا كان عندكم الاي بي تي في دونك ما عندكم حتى مشكله، سا ديبون انتم والابونمون نتاعكم ولا على الاندرويد بوكس، دونك نكونوا متوفرين وتنجموا تتابعونا في كل انحاء العالم. نذكر كونه الفريكونس على عرب سات تغطي كل من شمال افريقيا اوروبا والشرق الاوسط، لنا وفي المنطقه هذه تنجموا شاهدوا وتابعوا كل برامج ومحطات جوهرة اف ام تي في. ما بعدنا اذا كان بعتوا في على 85 990 تنجموا تشاركوا معنا في المباشر، وناخذوا التليفون اللول اللي جينا من عند اسماء من نابل. مرحبا اسماء. عسلامة، شنحوالكم؟ اهلا وسهلا، شنحوالك؟ لاباس الحمد لله. لاباس خيالي، شنحوالكم؟ الحمد لله الحمد لله، ربي يخليك. تابع فينا على الراديو ولا على التلفزه؟ نتبع فيك مع الراديو وعلى التلفزه، نتبع فيك انت ديما، وانا معجبه بيك برشا وبرامجك بالطبيعه. ربي يخليك، ما نحبك تحط جوهرة تي في على التلفزه. بيان سير، جوهرة تي في تمشي على التلفزة. تمشي على التلفزة، اوكي، 5 على 5. بيان سير. يعني بربي نحب نقدم تحية لضيوفك الساعة. يعيشك. أهلا وسهلا. يعيشك ورحبوا بيهم، وأنا نزيد نسمعهم ديما ونحبهم برشا، خاصة عبد الفكاهي نتاعنا ذاك تربينا عليه، أنا من جيله تربينا عليه، تربينا معاه. ربي يخليك. يلا نذكرك بسرعة بالمسابقة، احنا باش نعطيوك 5 أسئلة في 30 ثانية، كل سؤال مع زوز اقتراحات، والمطلوب منك تعطينا الإجابة الصحيحة على السؤال وفقا الاقتراحات اللي باش نقدموها، دونك سهلة برشا العملية. إذا كان تتحصل على أكبر عدد ممكن من النقاط من 1 لـ5، وتكون أنت صاحبة الأكثر نقاط تسجيلا لأنه فما زوز تليفونات، تكون أنت الفايزة معنا تليفون من أهداف جوهرة موبيل، متفقين؟ إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب، إن شاء الله بيها نهار جمعة، ادعيوا معايا إن شاء الله نربح يا ربي. توب، 5 على 5. 5 sur 5. رقم 1، تراجع حجم الصادرات تونس بالأسعار القارة خلال الربع الأول من 2020 ب 3.5% ولا 13.5%؟ طور 13. 13.5% والجواب صحيح. السؤال الثاني، خلال الربع الأول من عام 2020 بلغت قيمة الصادرات التونسية 10500 مليون دينار ولا 21500 مليون دينار؟ نتصور 10. 10500 مليون دينار هو الجواب صحيح. السؤال الثالث، خلال الربع الأول من 2020 انخفضت قيمة الصادرات التونسية إلى 11.2% أو 26.2%. والله سامحني خويا وليد، والله لا سمعتك بالباهي، سامحني. خلال الربع الاول من 2020 انخفضت قيمه الصادرات التونسيه 11.2% ولا 26.2%؟ 26. والجواب خاطئ. السؤال الرابع، فرق التوقيت بين تونس والكوت ديفوار، تونس تفوت الكوت ديفوار بساعه او ساعتين من التوقيت؟ يا ربي معايا يا ربي، نقولوا ساعه. ساعه والجواب صحيح. السؤال الخامس والاخير، عدد اقاليم دوله الامارات، قديش هم من اماره، 7 امارات او 10 امارات؟ يا ربي يا ربي، 17. 10. 10 امارات والجواب خطا، 7 امارات. وثلاثة اجابات على 5. شكرا لك اسماء، تقدم معنا على التليفون. ناخذ معنا يوسف من المهديه السويسي تحديدا. مرحبا يوسف. اهلا عسلامة، وينك؟ اهلا وسهلا، مرحبا، شنو احوالك لاباس؟ والله لاباس الحمد لله بخير. الله يخليك. نفس السؤال. سلم عليك على ضيوفك. نعم، سلم عليك على ضيوفك. ربي يخليك. تفرج فينا على التلفزه ولا تسمع فينا في الراديو؟ لا والله في الراديو، انا على العربسات ما سماش، على النيل سات. اوكي، حط العرب سات، جيب تكنيسيان راه، وتنجم تزيد قصعه ب 40 دينار ولا 45 دينار، مش غاليه. متفقين؟ يلا 5 اسئله 30 ثانيه، سؤال لو توب كرونو. 5 sur 5. 5 sur 5. 1، تراجع حجم الواردات تونس بالاسعار القاره خلال الربع الاول من سنه 2020 حسب المعهد الوطني للاحصاء ب 10.5% ولا 15.1%؟ 10.1. وجواب خطأ. سؤال الثاني، قيمة الواردات في الربع الأول من 2020 بالمليون، نحكي مليون دينار، 14 ألف مليون دينار ولا 18 ألف مليون دينار؟ 14 ألف مليون دينار ولا 18 ألف مليون دينار؟ 14. وجواب صحيح. السؤال الثالث، فرق التوقيت بين تونس والكامرون، تونس تفوت الكامرون بساعتين وإلا احنا في نفس التوقيت؟ في نفس التوقيت. نفس التوقيت والجواب صحيح. السؤال الرابع، عدد مدن قطر، 10 مدن أو 20 مدينة قطرية؟ 10 مدن والجواب صحيح. السؤال الخامس والأخير، العملة النرويجية هل هي اليورو أو الكورونا؟ الكورونا. والجواب صحيح. مبروك، تفوز معنا أنت اليوم بتليفون من أداة جوهرة موبيل لأنك قدمت 4 إجابات على 5.
شكرا. يعطيك الصحة وإن شاء الله مبروك عليك. خليكم ديما معنا في جوهرة اف ام جوهرة تي في وأكيد على جوهرة موبيل. إذا كان عندكم رقم يبدأ ب42 مرحبا بكم الناس الكل. نزلكم مع بعضنا الجولة دورة في مدينة الجم للمسرح الأثري بالجم مع كارول سماحة.